بلد فيه نار وفيه ثلج، يسمونها لاند اوف ايس اند فاير. هذه هي ايسلندا، وهي من اكثر دول العالم اهتماما بالبيئه. اغلب، ولكن مو باغلب، كل موارد انتاج الطاقه تكون عن طريق من الطاقه المتجدده. ولكن الشيء اللي مستفيدين منه في الفتره الاخيره ان 80% من الطاقه انتاجها يكون من حراره الارض. عمق هاي الحفر يكون 1000 متر تحت الارض، وحرارتها توصل اقصاها ل 200 درجه سيليزيه. جو ايسلندا متقلب، ممكن يتغير في اي وقت. اليوم وايد هواء والجو بارد، فلازم تشيل وياك ترايبود وتحاول تثبت الكاميرا قد ما في فرضيات من بعض العلماء ان بعض المناطق في العالم تكونت من تحركات في الصفائح التكتونية. يقولون ان هاي الصفائح تكون عايمة على اللافا، فبعض الاحيان تفقد توازنها وتنجلب. اللافا هي مثل الحمم البركانية، فشو اللي يستوي؟ يقولون جبال هيمالايا والانديز تكونت اصلا من انقلاب هاي الصفائح، فالقشرة الارضية تحركت. فجزيرة ايسلندا تعتبر من الجزر الحديثة، تكونت من 2 مليون سنة تقريبا، وهذا يعطي مجال للعلماء انه يقدرون يدرسون تكوينة الارض عن طريق متابعة ايسلندا. في صفيحة تكتونية يسمونها يوريسيا، هاللي تربط بين اوروبا وامريكا الشمالية، بنزورها خلال الايام الجاية. كل سنة تبتعد هالصفيحتين 5 سنتي، فتخيلوا شو اللي يستوي. هذا يعطي مجال اكبر للحركات الارضية والبراكين انها تستوي في هالمناطق. في ايسلندا كل 5 سنين تستوي كارثة من الكوارث الكبيرة. سنة 2010 ثار البركان الكبير اللي وقف حركة الطيران في اوروبا، فاخر كارثة كانت سنة 2010. نحن الحين في 2015، طافت 5 سنين. وين البركان؟ بنشوف. من قوة المياه الحارة هاي اللي تطلع من الأرض، بإمكانها أنها تنقل الماء من قرية إلى قرية. شوفوا هاي البيبات، هاي ممكن تكون الجيوثيرمال باور بلانت. العاصمة ركفك عاصمة حديثة، ما فيها مباني وايد قديمة. من أشهر المباني فيها هي هاي الكنيسة اللي ورايا. الدخول لأيسلندا سهل لأن هي مسوية اتفاقية شنغن، ولكن هي مش دولة من الاتحاد الأوروبي. أما لو كنت إماراتي ما تحتاج شيء، لا يبالك شنغن ولا شيء، تعال وادخل أيسلندا. عاصمة أيسلندا هي أعلى عاصمة في الكرة الأرضية.
منطقة سلفرا اللي فيها التقاء الصفائح التكتونية اللي تفصل بين قارة أوروبا وقارة أمريكا الشمالية. هذا اللي يسوون سنوركلينج في منطقة سلفرا، إن شاء الله في آخر يوم بنغوص فيها. وهي من المناطق اللي فيها أنقى المياه في أيسلندا، اللي ممكن الواحد يشوف فيها مسافة طويلة تحت الماء، فيزيبيليتي واضح جدا. احتكاك هالصفيحتين مرات ممكن يسبب حركات أرضية من التنشيط أكثر من 10 دقائق تبغى تتصور واقفة بس شي. ليش في ناس يرمون عملات في الماء؟ يعني مثلا تحصلون بعض النوافير خاصة في إيطاليا، يوم تسيرون بتحصلون ناس يفرون فيها فيالات ولا ودل. هذا اعتقاد قديم ان قبل كان في صعوبة في إيجاد الماء، فوين ما حصلوا ماء يفرون أشياء ثمينة فيه، يعتبرونها كهدايا للآلهة وتقرب من الآلهة ان يبالهم ماء. نفس بعض الديانات يصيرون يصعدون الجبال وما أعرف شو، آخر شيء يصيرون التمبل شالين وياهم موز وبرتقال ويعطون الصنم موز وبرتقال، اخر شيء عمال المعبد ياخذونه وياكلونه. الناس هاي اللي تريون النافوره تطلع، النافوره هاي من الكيسرز، اقول لكم من الكيسرز. هاي الظاهره ما توجد الا في اماكن فيها براكين نشطه عشان الماجما تكون مرتفعه قريب سطح الارض. تقريبا بين كل 5 إلى 10 دقائق يطلع الماي مثل نافورة تطلع، وبعدها يطلع ستيم. يكون في صخور حارة جدا تحت الأرض وضغط شديد يطلع الماي بهالطريقة. وطبعا نفس ما قلنا أن هاي طريقة من طرق توليد الطاقة بعد في هاي المنطقة. الحين تقريبا وصلوا يمكن 80% من أيسلند طاقتها مأخوذة من الكهرباء. تو السوا ورايا. يمكن الصور تنقل أشياء والفيديو ينقل أشياء، ولكن الريحة ما توصل. الريحة اللي نشمها الحين ريحة بيض خربان. في مستوى بركان 2010 ارتفع مستوى الماء وايد من هالكيسرز، فالحين 2015 طافت 5 سنين. شو تبغى سناب شات؟ نقول هاي هاي. اني اسمع صوت الماي، وايسلندا كلها ماي، فهاي دولة مختوم عليها ابروف. ايسلندا جوها دوم بارد، فهاي البيوت الخضراء عشان ينتجون فيها الاشياء اللي ما تطلع في الجو البارد. بتلاحظون حاطين فيها ليتات على اساس ان نور الشمس، وفيها تبخير مشكلة ما يبين انه يزيدون الرطوبة. وهالمكان كله طماط، وهالمكان كله طماط.
تشوفون حوض قزح. ترجع بالسلامة أبو حارب. حاب أضيف معلومة صغيرة بخصوص الريحة اللي فيها ريحة بيض خايس. هاي من ريحة غاز اسمه H2S، غاز هيدروجين سلفايد. طبعا هذا الغاز سام مقاتل، فتحمل يا الحبيب، والله يردك بالسلامة إن شاء الله. مرات يوم تصور إما تطلع السماء وايد حلوة أو البيوت هاي بتطلع وايد حلوة، فشو تسوي؟ تسوي HDR. فعشان تصور HDR تحتاج انك تثبت الابرتشر، تثبت الفوكس، تثبت الISO، وتتم تغير في الشتر، وتغير في الشتر، تاخذ صور فاتحة بشتر طويل وصور غامجة بشتر بطيء. الشتر البطيء بيعطينا وضوح للبيوت، والشتر السريع بيعطينا وضوح للغيوم بطريقة افضل. بعدين ندمج الصور في بعض. شوف، هذا مثال على صورة متوازنة، ها مثال على صورة نطلع فيها الوضوح الغيوم بطريقة أوضح، وها مثال ان نطلع فيها وها مثال ان تطلع البيوت بطريقة أوضح. بعدين عن طريق اللابتوب ندمج الصور الثلاثة وبتطلع صورة ممتازة نفس ما تشوفها عينك. عن طريق اللابتوب في عدة برامج ممكن الواحد يستخدم الفوتوشوب او برنامج اسمه HDR Soft او HDR FX لدمج هذه الصور. أما هالبيوت شو قصتها؟ ليش زارعين فوقهم؟ زارعين للعزل، العزل من الهواء والبرودة. البيوت الأيسلندية القديمة تكون شي. طبعا سكان أيسلندا القدماء عاشوا حياة وايد صعبة، خاصة في الشتاء. في الشتاء كانوا يرقدون مع مواشيهم للتدفئة، نفس حال بعض القبائل في جنوب أثيوبيا كانوا يعيشون مع المواشي، لأن جسم الماشية يطلع حرارة، وما كانوا يتسبحون، ملابسهم ما تكون نظيفة لفترة طويلة. أول ما يش الصيف اللي هو الحين برد بعد، يبتدون يغسلون ملابسهم. بس كيف يغسلون الملابس؟ كانوا يجمعون البول لفترة لين ما يتحول لأمونيا. يوم يتحول لأمونيا وبعد ما يتحول لأمونيا يستخدمونه لغسيل الملابس. وحتى بعد كانوا يستخدمون البول على قطع الجلد، إنه يطرون الجلد يكون وايد يابس فيطرونه. ها كله في وقت الصيف. طبعا ها ما ينطبق بس على سكان أيسلندا، ينطبق على القدماء، حتى الرومان كانوا يستخدمون هاي الطريقة في غسيل الملابس. ابحثوا. هاي احدى البيوت القديمة في الجبل. Bye.
الشاطئ الأسود استوى بعد هيجان أحد البراكين ووصلت اللافا للشاطئ فأسود. هل حصل على شكل عمدان يكون جاي عن طريق البراكين وفجأة برد استوى بهالشكل. نوبتي أيسلندا أنصحك إنك تلبس جاكيت يكون مصنوع بالجورتكس إنه ما تأثر عليك الرياح الشديدة. هذا منزل أيسلندي قديم، شوفوا كيف مخشوش كله من شدة الرياح والبرد. أيسلندا فيها أكبر غليسير في أوروبا، أكبر منطقة جليدية في أوروبا، وهذا هو رأي. نحن في غرب الجزيرة. الجليسير مالهم في سواد، السواد هذا من ثوران البراكين. سنة 1920 الثلج كان واصل لين البحر، أما الحين بدأ يذوب يذوب يذوب، وهاللي ورايا بيختفي بعد 60 سنة تقريبا. بعض الأيسبرغز نشوفها باللون الأزرق، والسبب هالشيء كثافة الماء إنه يكون كمبرست فيعطينا اللون الأزرق. عمره 1200 سنة وفي آش من البركان، في رماد بركاني. لاحظ شكل الخطوط، هاي في خطوط سيدة من الماي اللي يمشي من البركان من الثلج الذايب، وهاللي فوق بعض الخطوط تكون شي مايلة، وهذا الميول من حركة الماي. شو ها كله كان ثلج وذاب. فيلم جيمس بوند داي انذر داي سووه في هاي المنطقة. اول شيء يشوفون بعدين نركض وراهم ونشردوا. اليوم نمشي لشلال سبارتفوس، وهذا سبب من اسباب زيارتي لايسلندا. الشلال هذا وايد احبه، كل ما اشوف صوره اتذكر ايسلندا. الشلال يعتبر من احلى شلالات العالم، بس يعني ما في شيء مثلا انك اعلى او اكبر او اي شيء من هالقبيل. اللي ميزه هالعواميد الهكسوجنال اللي استووا عن طريق البراكين. سفارتيفوس اصلا سفارتي معناته اسود، فوس معناته شلال، فهي يسمونه الشلال الاسود. دوم في رحلات المشي هشر وياي غترة أو شماغ، لأن أشوفه وايد أحسن من الكاب والورم هات والأمور هاي كلها. أول شيء يحمي راسك من الشمس، يحمي رقبتك من الشمس، لو برت تقدر تلف، لو ياك غبار تقدر تلف، لو تقدر حتى تستخدمه حق الإسعافات الأولية، لو حد تكسر تقدر تلفه، لو حد نيرح تقدر تلف، لو تبغى توقف الدم تقدر تضغط. هكو سفالتفس من بعيد، باقي يمكن 500 متر بس. هذا ممكن يكون مشي عادي، ولكن في رحلات مثلا تاخذ 6 7 8 ساعات، هاي احس تحتاج طاقة ايجابية ما تحتاج عضلات. بس طبعا عشان تستمتع بالمناظر يستحسن انك تكون متمرن،
لو ما كنت متمرن وتعبان بتتم تشوف الأرض، ما بتشوف المناظر الحلوة حواليك. الشيء اللي مرات يتعب إنه مثلا تمشي وتشوف نفس المنظر قدامك، الجبل نفس ما هو، تمشي 8 ساعات نفس المنظر، تحس إنك ما سويت شيء. فهاي في العادة تكون النقطة اللي الناس يستسلمون فيها، بس يوم تشوفون المناظر الحلوة قدامكم الأمور تتغير. وهذا سكوغافوس من بعيد، ننزل تحت وبنشوفه. شوفوا الفرق بين عيايزنا وعيايزهم، هكي جاية من تحت بعصاها، يلا 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 ترفع ظهرها. وهذا هو الشلال. الحلو فيه هاي العواميد السداسية من تأثير البراكين. لو بتلاحظون ان الحمم البركانية كانت تنزل وتتجمد بسرعة وبعدين مع الوقت تكسرت، فبتلاحظون القسم اللي فوق اكبر من القسم اللي تحت. الحين يا اصور الشلال احاول اطلع حركة المايك، فعشان اسوي هالشيء الاضاءة تعبانة وايد وايد قوية، بمعنى ان وايد قوية ما اقدر اطلع حركة. فلهذا السبب حطيت فلتر، يعني لبست الكاميرا نظارة شمسية، الفلتر قوته 2.1، حطيت فلترين على بعض عشان اقدر اطلع حركة المايك. الفلتر اسمه نيوترال دنسيتي فلتر، ان دي فلتر. هذا الشلال وهالست اب مالي، الترايبود ريول طويله ريول قصيره عشان يثبت يكون سيده، والان دي فلتر هكو نظاره شمسيه. ما اعرف لو سالفه الفلتر كانت واضحه ولا لا، بس السبب انه عشان يكون عندي شتر سبيد اطول، فاخلي فتحه العدسه مفتوحه لفتره اطول. يوم تكون مفتوحه لفتره اطول بتقدر تدخل نور اكثر وبتقدر تمسك حركة أكثر. تذكرون قبل في الثمانينات يوم الحريم يغطون عيونهم بالشعر أنه ونا شيء أوكي، هاي مسوية نفس الشيء. الخيول الأيسلندية تكون شعورها مطويلة وشوية قصيرة، وها كله عشان الجو. اوب اوب، هاي توها جاية من الصالون صبغة شعرها، وها مسوي ستايل بقر. من زود ما تشوف شلالات في ايسلندا، في الدرب وانت رايح تفكر اوقف ولا ما اوقف، اوقف ولا ما اوقف، لان عندك وايد فرص انك تصور فيها شلالات. ها واحد منها، ها من شلالات الشارع، عندهم شارع رئيسي اسمه شارع رقم 1، وهالشارع يلف الجزيرة بكبرها، وها تشوفها في الدرب. سبحان الله، فضلات الحيوانات بعد ما تيبس من الشمس تتحول بيوت للحشرات. ليش راس الكوخ دوم مثلث؟ عشان يجمع ماي المطر، فينزل المطر يتجمع الماي هني يتخال وبعدين ينزل عن طريق البيب هذا. هذا اللي وراي اشهر لايت هاوس في العالم، اكثر لايت هاوس مصورينه في العالم. طبعا اللايت هاوسز يكونوا موجودين لسببين، اما التحذير من مكان خطر أو للمساعدة في الملاحة. طرف الشارع كله قطن، شوفوا.
لو عندك أي كتاب عن أيسلندا لازم تحصل هذا الجبل، هذا أكثر جبل يتصور في أيسلندا. في فترة من الفترات القديمة كان في وحدة عيوز عندها بنتين، والبنتين طلعوا يصيدون وغرقوا في هذا النهر، ومن هاك الوقت دعت دعوة أنه ما في صيد في هالوقت، ويقولون أنه سوت شيء مثل لعنة وما في سمك أنيمور في هالمكان. وهاي طبعا من الأساطير والخرافات الأيسلندية القديمة.